لكن لو قال قائل لو كان هذا الوصي لا يعلم بدين على الميت ولم تكن هناك وصية وإنما وزع المال على الورثة فاستبان فيما بعد من أن على الميت دينا فهنا هو لا يضمن باعتبار أنه يجهل، لكن هذا الدين يعود صاحبه على الورثة، يعود صاحبه على الورثة فيأخذ دينه منهم.